احنا راني عند هذا السيد، عند واحد السيد مات مسكين الله يرحمه، بقى الطليقه ديالو هي اللي دروكا بات. احنا راني بوراقنا بكونترادا بكل شيء، بالعقد بكل شيء، بالسيد اللي كان ساكن قبل منا وشد فلوس وخرج بالسمسار، كل شيء شاد، السيكتور كله شاد. جات هي قالت لك اسيدي احنا ما تنتسالو والو، احنا متطفلين، احنا ساكنين هكاك، ودروكا تتفاجئوا الصباح تيجي المخزن تيخرجنا من الدار تيطرق عندنا الدار. ومشكلة احنا عندنا كونترادا وخرجنا الحكم الاول، ربحنا في الابتدائيه وربحنا في الاستئناف، ودروك عاوتاني المهم تخلوضات داكشي اللي بتخلوض، راه جا المخزن خرجنا حنا من الدار ما فهمنا والو، سد عنا الدار هايا في المطرقه، راه جاو فرقوا عنا القفوله وفرقوا عنا سميتو تهجموا على مالين الدار الداخل كاع تاع الدار، هرسوا عليهم البيوت ودخلوا خرجوهم صحه وطرقوا لنا على 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 اغراضنا، على كل شيء اللي باقي كاع تاع الدار، كل شيء راه مطرقين عليهم، خرجينا حنا للزنقه انت تشوفها الوالده الناس، احنا قاعدين في الزنقه من دابا، احنا مشردين ما فهمناش هذا العجب هذا، والله ينصر سيدنا. هاد السيده تعدات علينا، دابا خرجونا سدوا لنا على حوايجنا، على فلوسنا، على ذهبنا، على الدواء بنا هي الدواء، على تليفوناتنا، خرجوا كاع حتى حاجه ما خرجناها معنا. هاد السيده لقات خوها محامي موريها فين تدخل وفين تخرج، هاد السيده عندها الفلوس وتغطط علينا، وحنا محكومه في صالحنا ثلاثه الخطرات، محكومه في صالحنا، وهي دارت الخبره ودارت راجلها حمق ودارت مشلل ودارت بينا مابات. حيدوا الملف ديالنا، سمروا لنا بالملف ديالها اللي تزوير، دارت التزوير. هاد السيده حنا تنطالبوا يمشيو للكلينيك فين كان ناعس، ويمشيو لمحمد السادس فين كان ناعس، ويقلبوا الى لقاو هاد السيد حمق احنا نسامحوا لها في الفلوس ما بيناهمش، واني هي ظلمتنا. حنا دابا في الشارع درنا تصويرات جلاله الملك، درنا الرايات، جاو هرسوا عندنا الباب الاول الباب الثاني، سدينا عندنا البيت تا هو بداو تضربوا فيه، عاد ولينا قلنا لهم صافي راه بغينا نحلوا، اش هاد الشيء قانون ولا ما قانون؟ هاد الشيء راه بزاف ما قديناش عليه، راني ربع سنين حنا وياه في الدعاوي، ربع سنين راني وما راهنيش عندها هي، راني عند السيد الله يرحمه ويوسع عليه، راجل تيعاودوا عليه الله يعمر ليه الدار، هي شريره والراجل معقول وكيرهنا حسب الفلوس، وها هو السمسار كاين، كاين عندنا الشهود، كاين عندنا الجيران، كلشي عندنا الدليل، كلشي عندنا، حنا راه تابعين القانون، حنا عندنا كونترادا، عندنا كلشي. وهاد السيده جات لاحتنا وحنا في الشارع ما عرفنا فين نمشيو، ما داروا لنا، كون هي جات دارت لنا غير الانذار، دارت لنا الانذار تقول لك خرجوا النهار فلان فلاني، جاو دغياق ريبوا علينا البيبان وخرجونا. انا جايب هذا السيد رهنت لي عند المحل مول التيتر، ماشي عند هذه السيده مول التيتر، رهنت لي من مول التيتر، والسي عبد اللطيف حسبنا عليه فلوس بيدي، نا ما مريض ما والو، خرج لدارو من بعد من الكلينيك حسبنا عليه الفلوس 14 مليون، ما مريضش حنا داك، حنا ما تندخلوش في المرض، ياه هو تيحسب المليون ويعاودو يقول لك ياك ما خاصش شي حاجه، وتيقول العمر تهلا ليا في الدار، راني صرفت عليه فلوس مزيان، تهلا ليا في الدار، لقى كيبغى. اختو راه حاضره كاينه، اختو كتقول لك خويا ما مريض، فعلا ما مريضش، السيده حسب الفلوس خرج من لاكلينيك للدار ديالو، تما عطينا الفلوس في دارو ماشي في لاكلينيك، عطينا الفلوس في دارو. انا كنت راهن عند المرحوم قبل ما يجوا هاد الناس، كنعرفو حق المعرفه وكامل القوى العقليه، الراجل المشكل اللي كان عنده، كان عنده مع هذيك السيده برطو، والامنيه ديالته في الحياه هو يجيب واحد شي دراري صغار يسكنهم معنا، وبالمناسبه انا ما عمرنيش تبرطو اربع سنين وانا عايش في هذا المحل، ما عمرنيش تبرطو. المشكل اللي جيت لقيته دروك، هاد الناس هادو كانوا راهني كيف كنت راهن انا حسيت بالراجل مسكين، مشكل مع مرتو المشكل، ترى ليه مع مرتو هو بوليداتو، هي ما عرفت، المهم انا ما عمرني شتها، وهو راجل راه بكامل القوه العقليه